كل شهر مرة تماماً، وجمال وجهك يزيد كل يوم عاشقون. ألصق أثني الراحة عينك، ما سبا عقلي محاياك. قد أتى وصلي بيتنا تان للناظر جاء إلى روى رب العرش بيتنا تان المناعتم عنا عنا لا لذيذ الوصال الوصال عنا لا لذيذ الوصال الوصال يا ترى ما بكم ما بشا شرحي حمالي ما بكم ما بشا شرحي حمالي
وسقاني الرحمين
رحاته. كامل المعاني وصلك يا حبيبي. كفى من تجاملي نجع لك نصيبي. زرني يا رسولي شرف لي محلي في بحر الهوى يا من هو مذنب. شرف يا قمر ولا نشرف في بحر الهوى يا من هو مذنب. شرف يا قمر ولا نشرف وصلك يا رشاير شار فعل ما تريد ما تشاء. روحي من جفاك محلاك مغنيك ما ولا نعلك حكام وملوك تاخذ علي أمرك. زرني يا مليح والله ما زورك حكام وملوك تاخذ علي أمرك. زرني يا مليح والله ما زورك منه وجمالك هذا الزين العربي. قدك وعدي ذلك وحسنه يسبي اوعدني ما جرى خلاني نرجع. وصل يا قمر وصل مغيبك. زرني يا مليح والله نزور مغيبك. زورني يا مليح والله نزورك منه وجمالك هذا زين وعربي. قدك واعتدالي وزين ووسط زين وخد وردي وريقه جهلي قرقب لقرقب. زورني يا مليح والله نزور زورني يا مليح والله نزور. إن منعتم عنا هذا الانقلاب في طبع الحسين بديت به سلسلة انقلابات في طبع الحسين. هذا هو البرنامج اللي حبيت تبدأ به الحصة محمد بالليل. علاش خيرت خيرت البرنامج هذا؟ خاطر واه يعني يسهل الفنان بور باش ياكوردي لا فوا تاعو. بارك الله فيك. يعني يلي يشوف لا فوا كان يسخن الصوت نتاعو هذا محسوب
البروغرام نبدا به يعني في الحفلات ساعات يعني في الحفلات فيما يخص في الثياتر ولا في الليسار ولا في الافراح و سا ميون فالور يعني لا فوا و لي زاكور مع لي انسترومونتيست يعني الالات والصوت بارك الله فيك حتى حتى يعني الرد الجماعي نتاع الرد الجماعي تاع تاع الفرقه اللي معايا تو سومي اون ايكيليبر كلش يكون متوازي هكذا متوازي نعم يعطيك الصحه خويا مبارك دخلت تكلمت لنا على الصوت نتاع محمد يعني ما غلطش عنده كما نقولك عنده واحد البريزونس عنده قدره صوتيه هائله انا نظن انت تشاطرني الراي لان انا وياك تكلمنا على هذا الموضوع يعني الطبع المالوف اولا وقبل كل شيء هو الصوت يعني لازم اون فورس يعني من الشروط من الشروط الهامه لازم تكون عند المغني لازم يعني اولها يكون الصوت سينو ما تنجمش توصل يعني الكلمه ولا المعنى ولا تاع الشعر توصلوا الاذن يعني تاع المستمع و جو بونس بلي محمد يعني حسب الاداء اللي وحسب ما نعرفه انا نعرفه مليح خاطر ما خدمنا مع بعضنا وفي الاعراس ولا في الافراح ومام في اون ستوديو دونك نعرف القدرات تاعو الصوتيه ربما يعني مازال زيدوا تكتشفوه مليح راكم شفتوا غير الطبع واحد درك تزيدوا تكتشفوه ربما تكون ربما طبع اخرى انا رانا غير الحسين برك بدايه عندكم ندوت في حاجه درك يبا إفاصي يعطيك الصحة يعطيك الصحة أنا السؤال اللي نحب نبدأ به الحصة خاصة كيما نكونش نعرف الفنان كيما نكونش نعرفه مادا بيه يعرفني بنفسه كيفاش تعلم هذا الفن شكون هو شيخه وشكون هو سبب فهمه كيما يقول العنقى المرحوم الناظر هو سبب فهمي بالليل كيفاش دخل الميدان الفني العنقى الله يرحمه ندعو له بالرحمة قال لك الناظر سبب فهمي أنا سبب فهمي خويا خويا اللي يقل مني او يجوز معنا ان شاء الله في الحصه ان شاء الله بارمي لي ميوزيسيان بدا هو اللي عطاني يعني الهوايه هذه ولا اللي عطاني لوكازيون باش نغني خطره بدا قبل مني هو وتعلمنا مع بعضنا تعلمت مع خويا وشنو هو تعلمت على الاساتذه الكبار يعني بالسمع نذكروا منهم الحاج محمد طاهر فرقاني ايوه نتمنوا له طولا العمر امين يا رب وشيخ حسن الله يرحمه الله يرحمه كان استاذي غير مباشر يعني نفهمك في واحد المقصود برك سي ياسين نعم محسوب لونتوراج تاع حبابي لي ميوزيسيان عملوا كل ليكول كوميونال تاع النبا انا ما جي با يو لا شونس باش نديرها ليكول كوميونال سي كونسيرفاتوار تحت اشراف تحت اشراف الشيخ حسن العنابي الاستاذ عملاق عملاق حسن العنابي راح نتكلموا عليه في الحصه الاستاذ برينسيبال تاع الشيخ مبارك دخله نعم حقيقه وش يحفظوا هما نتلاقاهم بعد نحفظ معاهم كان واحد بصح انت علاش ما رحتش تاخذ دروس هذو يعني يعني مباشره بصفه مباشره علاش علاش تسنى حتى هما ياخذوا يعني الاخر باش تاخذ عليه وصلت حتى الباب وصلت حتى الباب ويعني والشيخ الله يرحمه اكتشفني يعني في ان كونكور وكلش سيتي ابري وما شفت جماعه يكسروا كلش قلت ما زلت مشني يعني مانيش شو كونكور بري فوالا ورجعت عياو فيها جماعه دخل من هنا وسمعني نهار قال لي يا ولدي لازم تجي وكلش ما كتبش ربي وكلش ما كاتب الله كلش ما كاتب الله وعلى كل حال الحمد لله خوك كان خويا عندك طفيل واحد نذكره سي يقولوا له ناصر العبيدي جاري وقرا عند شيخ حسن وتعلمت معاه وسي كي يحفظ يعني طرف ولا حاجه يقول لي هاو كيف تجي هاو كيف تطلع وريبيتي وحدنا بالعقل كانت البدايه هكذا نشوفوا يعني اخويا مبارك يعني واحد اوتوديداكت واحد اللي يتعلم بنفسه على كل حال لازم يتعلم قاعده سليمه يعني على الشيخ كبار يقدر يفا كومبلي لو ديفيسيت يعني الحاجه اللي يكون ضعيف فيها يقدر يخدمها ويصحح روحه هو المهم لو ريزلتا درك كي يجي يتعلم وحده ويخرج نتيجه مليحه وتكون مقبوله اللهم بارك فوالا
وكيعود واحد يخرج نتيجه وعنده اشياء وعنده اشياء صح ويخرج نتيجه مليحه اللهم بارك. درك لكن هو يعني نجح وربما نسى هو يعني نسى برك باش يقول بلي هو السبب تاعه هو انه هجر هو صغير هو تري جون دونك ما خلاش يعني يدير ليكول ميوزيك يوصل لي يدير ليكول ميوزيك يعني كان يخمم ربما في الهجره في الهجره ولا في المستقبل تاعو يعني من وعلى دي اللي مبارك دخل راهو هنا لانك صاحبو وصاحبو بارك ياسين في يعني في البروبليم تاع الهجره سيتي با فولو ياسين رحت انايا باش نشري كمانجا ونرجع لبلادي كما يقول الاخر مكتوب ربي قعدت تلتم يعني جي جامي بونسي بلي ما ايميغري اون فرونس ولا في الاوروب بالاخص كنت هنا في البلاد الحمد لله يعني انسان متواضع لاباس عليه عنده احبابه وعنده اصحابه وكي جات المناسبه هذه تاع باش تجيب كمانشا تاع درت جبت الكمانشا وصلت حتى لمارساي باش نرجع يعني تلاقي حبيبي يعني بتقصير كما يقول الاخر قال لي فوالا عندنا فرح في مضرب فلان درت الفرح هذاك من نهار هذاك روح الفرح يجيب فرح الفرح يجيب فرح حتى نبقينا ونبقاو ديما في الفرح ان شاء الله امين امين يعطيك صحة محمد. اذا مشاهدينا الكرام نروح نتابع اول ركن في الحصه الا وهو ركن ديوان اليوم في ركن ديوان جات تزورنا فنانة تكتب نقول القصائد صغيرة احنا نقولوا بالعامية لي شونسونات ربما ما همش قصائد طوال بزاف ولكن الجمهور نتاع اليوم يحب بزاف هالتقطوقات او الاغاني القصيرة. اذا الفنانة واسمها خالدة على سلامتك خالدة مرحبا بك الشاعرة خالدة معليش فنانة هذا فن فن الشعر نزيد نرحب بك بزاف انا ثاني نرحب بك في الحصه تاعك ونرحب بالضيوف اللي جاونا من عندنا يعطيك الصحه خالده. خالده عندك بزاف وانت تكتبي بزاف عندك بزاف وان شاء الله عن طريق الحصه حصه فن بلادي ربما يكونوا فنانين مطربين ولا ملحنين ان شاء الله ان شاء الله يكتشفوا يعجبهم الكلام نتاعك او الفن نتاعك. واذا اليوم في سهره اليوم واش خيرتي؟ انا خيرت نقرا قصيده تحدث عن الام على الام نعم لكن حبيت اني نقول بعض المقاطع اللي خيرتها على امنا الكبيره اللي هي الجزائر وهذا في رباعية ولأن يقول لك الحياة قصص أجملها ما يكتب بالدموع وأخلدها ما يكتب بالدماء. أنا خيرت نحكي شوية على الشهداء بو هي قصيدة طويلة لكن أنا حبيت ندير رباعية خبية إن شاء الله تجيبك تفضلي. بدم طاهر كتبها على الحيطان قراها عدوه وقف حاير علقها خامسة على كل البيبان فجرها ثورة في قلب التاير جرها في عروق كل الشبان خلى العقل بها طاير كلمة فيقت من كان غفلان كلمة حق تحيا الجزائر. يعطيك الصحة خالد تبارك الله وفيك يعني أنا نحب بزاف نكتب على شهداء لأني نشوفهم مثالي أعلى. يعطيك الصحة. الله يسلمك. إذا القصيد اللي راح تقريه لنا اللي خيرته في ليلة اليوم قلنا موضوع الأم. نتحدث عن أم يعني توفات بعد فترة يعني الحمد لله أنا عندي أمي عايشة وربي يطولها في عمرها ويطول قاع في عمر الأمهات لكن بإحساس أكبر لصديقتي اللي نحبها بزاف يعني حكيت لي على الحالة اللي عاشتها بعد وفاة الأم تاعها حبيت أني نكتب على هذا الموضوع. تفضلي خالدة يعطيك صح. بعد غياب جيت لدارك نستخبر حليت بابك ولقيت الحالة مظلمة لقيتها سكات لا حس فيها لا خبر صبحت عليك ما رديتي لي كلمه مشيت ندور وبقيت نتفكر تفكرت ليام وهاديك اللمه بكيت ودموعي طاحوا مني جمر بكيت لفراقك يا زينة الهمه دخلت لبيتك قابلوني تصاور دخلت لبيتك قابلوني تصاور قابلتني حنانتك وهاديك البسمه قابلتيني بضحكه وتعنيق الصغر سمعت صوتك ورجفت يا يما توحشتك واشتاق لك الخاطر توحشتك واشتاق لك الخاطر وموتك جات من عند ربي محتمة آه عليا ما قدرت عليك نصبر
راني في بحر بحور الهم عايمة. فتحت خزانتك وبقيت ندور، لقيت عجارك وحايك المرمى، شفت دواك اللي ما زاد فيك عمر، رفدت حوايجك وشميتهم شما، شميت ريحتك بالمسك والعنبر، دخلت لفراشك ولقيتها حاكمة، حسيت بدفاك وبقيت نتصور، تمنيتك لو كان مازال كي نايمة. خليتيني وحيدة في الدنيا ندمر، خليتيني وحيدة في الدنيا ندمر، مازال ما والفت حالتي الميتمة، كل ليلة نبات فيك نفكر، ونتحير كي تكون سمانة مغيمة، نخاف إلا يقيسك برد ومطر، ونخاف خوفك مدود والظلمة، ميمتي ما لقيتش اللي عليا يدبر، كيفاش نوالف ما رانيش فاهمة. موراك حياتي ولا تقبر، وموراك القلوب كحلم فحمة، ما لقيت لي من نحكي ونهدر، من بعدك راني في الدنيا هايمة. حوست على حنانتك بين البشر، حوست على حنانتك بين البشر، تمنيت لو كان نلقاها زعما، فراقك مكتوب عليا ومقدر، وحياتنا في الدنيا ما راهيش دايمة. راني حزينة عليك وخاطري محير، راني حزينة عليك وخاطري محير، نغير كي نشوف الناس ملمة، شكون من غيرك اللي عليا يسهر ويداويني كي نكون بالمرض والحمى. من غيرك شكون اللي فيا يفكر، من غيرك شكون اللي فيا يفكر، كي نكون مغبونة وعايشة في غمة، إن شاء الله تنالي شفاعة المنور، وإن شاء الله تنالي من ربي الرحمة. يعطيك الصحة تبارك الله خالدة، موضوع حساس جدا. هذه القصيدة نهديها لكل يتيم ويتيمة اللي يحسوا أنهم يعني يحسوا في بوحدة وكذا، وماذا بينا يعني كي قريت هذه القصيدة كل إنسان عنده أم تاعو ميتة يتفكرها برحمة، ولا غدو إن شاء الله يروح ليها يزورها في قبرها إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة وإن شاء الله ماشي المرة الأخيرة. إذن مشاهدينا الكرام نرجع للأغنية، ودائما مع ضيفنا محمد بالليل. يا سفي ممضى مع الحباب وفانت، يا سفي ممضى مع الحباب وفانت، يا مسرور غاب وما بانوا وما بانوا، اللي مضات ما ترجع عيها مات، والقلب اللي يعشق ودع سلوانو، جسمي جسمي سقام، الروح مني فنات عقبني هاد الزمان بهم ومحانو، رايت
ريس بدر السماء اسمهم بنو بنو شملي قد تفر يا ترى حبي أرى آه لو ما البعد أحرق مهجتي ما صحت آه حالي وفؤادي فاحترام لم يكن حالك حالي قل لي أين وجد دواء آه لو ما البعد أحرق مهجتي ما قلت الله الجناح مثل شملك مثل شملي وكفى حق النوى آه لو ما البعد أحرق مهجتي ما قلت أوه قد تفرد بالبقاء هبني رضاك عبدك البكري وأحمد من له سوى سواك سلتك بالهادي المؤمن بالله ما تقطع رضاك آه لو ما البعد أحرق موجتي ما قلت سبب هذا النوى
الكواك شوق مثلي صرت مقصور الجناح مثل شمليك مثل شملي وكفى حق النواح آه لو ما البعد أعرق موجتي ما قلت جفا جفني المنام والحشا مني تمزق ودموعي في انسجام جمعوا شملي قد تفرق يا تراحي بأرام آه لو ما البعد أحرق مهجتي ما صحت بالهواء قلبي تعلق. يعطيك صحة محمد. ديتنا للسيكا ها السيكا طبعا هبوا بزاف يعني نلقى فيها راحتي بزاف يعني والأداء تاعو نحب ندير نحب نأديه نحب طبعا يعجبني بزاف يعني خاصة يعني آلت كي تكون آلت الجيتارة في الجوق صافي وطبع السيكا يزيد بزاف بزاف. شكون يتكلم لي على هذا المقطع؟ هذا ماهوش ماني داخل في النوبه وما راهوش عربي ولا حوزي ولكن رايح شويه الموشح سي عنده عده اماكن وين يكون في النوبه يعني أيوة. نخدموها في السيكا يعني كانصراف يعني أيوة. غير هذا ولا بصح ماشي نفس الايقاع مش نفس الايقاع ولا نخدموه خلاص زيدان خلاص زيدان خلاص زيدان وهنا يعني شفنا الروح واحد الروح شغل لك فلامينكو كلش على هذيك يعني ونشكر تانا الجيتاريست فريد شحمه اللي ادى واحد الاستخبار يعني مليح بزاف اللي عطى لمحمد هذيك الشوق باش يؤدي هذا المرسو هذا المقطوع يؤديها مليح ورانا شفنا تمتعنا بهذا المرسو كان هو لعبه الشيخ حسن العنابي اللي يعني غناه وحنا كنا صغار خلاص ايوه كنا يعني خرجنا بها خرجه يعني ما كناش نتوقعوها ما كانش معروف هذا ما كانش معروف اللحن هذا اللحن هذا الهواء ما كانش معروف دونك شيخنا يعني كي خرج به يعني عندنا تشوقنا ليه هذا المرسو عندنا نحبوه بزاف ايوه يعني لا كادونس كان الشيخ الله يرحمه دايرها زي ايوه كانت ثقيله شويه جو روبرون يعني الشكيله دي مبارك والحاج زاد بدع فيها الحاج محمد طاهر صح زاد عاود لها يعني الموازن تاعها داروا شغل مقرقب وحلو يعني واش يدير الحاجه وكلش حليه كلش مليح صح و هذه يعني اني حبيت نتكلم تكلمت مقبل انت اخويا مبارك تكلمت على الجيتاره وتكلمت على يعني نشوفوا واحد لا ليبرتي واحد الحريه عند الموسيقي في الطبع المالوف اللي ربما ما نسيبوهاش في النوبه في الصنعه في العاصمه ولا حتى في غرناطي ولا ما عنده واحد الحريه يعني اللي ليبر يعني في استخبارات ولا في الجوابات ولا كومبانيومون منين جات هذه؟ نفس الشيء بالنسبه للشعبي في العاصمه ما حبيتش نذكر شعبي لان الشعبي عنده الحريه الموسيقي عنده الحريه سي با يعني الخدمه هذه سي با اكاديميك خاطر ما رانا تبارك الله سي با يعني قاعد نخدموا في نوبه مصنعه وكلش هذيك في اللي فيستيفال تنجم تركب النوبه تخدمها على كارها وتخدم مام الاستخبار بالربع التقاسيم الاقسام تاعو تخدم بصح هنا كي نعودوا في فرح ولا في تياتر ولا رايحين نشيخوا نقولوا شيخ وانتم تقولوا نركبوا في تساري يقولوا نركبوا دونك تلقى هذاك واحد الابداع يخرج زايد على الشيء اللي لازم يكون صح وشفنا يعني مام البيانيست تانا ولا الفيولونيست
ولا فحال جيت صح صح كانوا كل واحد عنده هذيك الطريقه نتاعو اللي يضيفها اللي يضيفها على لا ستركتور ولا على اللحن المعروف يضيفها يضيف كما نقولوا تجيب الاخر نتاعو الشارم نتاعو اللون نتاع حتى سامحني سي ياسين حتى لي بيركيسيون سي باستيرما الاطار زدنا طار بالطبع الفيروا عاصمي ايوا ومد يعني حاجه يعني يعني كان هذا ارادي يعني سيتي فولي انا خاطروه سي كريم ونحبه بزاف في الطار كريم وحبيبنا والله العظيم يغرمني بزاف ساعات نقول له غير خاطروه درت حفلات هنا في الجزائر درنا فرح مع بعض درنا صح ولا فاسون اللي يخدم بالطار سي كما الجيتاريست وكل اخر كيفاه مغروم يعني يعطيك الصحه وكما حنا نقولوا واش كما تكلمت انا على الحريه نتاع الموسيقي ربما كما قال مبارك ما نقدروش نديروها في بارتو يعني في كل مكان ربما كي تكون نوبه اصلا اكاديمي يعني كل واحد يلعب خاصه يكون انجيري قدامك يعني أيوة يكون نوبه سيكاري ظاهره العبد يديرها وهذا نعيطوا له الخلوي تانا واحد خلي خلوي مع روحه راهو الميور اكزومبل مع الجيتاريست دار راح بعيد صح راح بعيد دونك عايش المقطوعه هذيك عايشها في بحوايج بعدك بعيد صح صح فوالا وعايش المغني عايش يعني متحدد في الاداء يعني كي سمعت الجيتاره وسمعت تزيد كي شغل قد ما تمد قد ما غير ما تسنى يعطيك الصحة يعني على حسب رايي يعني هذه هي مبارك حبيت يعني حاجه تري امبورطونت او سا في با دير كون اي اون تران دو ديفي ولا ديفورمي او بيان ديفورمي خاطر ما اوني اوسي بيان كونسيرفاتور يعني محافظين لهذا التراث وتخافوا عليه اكثر من المحافظين الاولين فوالا دونك نديروا نوبه نديروها على كارها وهذه ايميسيون تاعك الله يبارك تعطي تمد هذيك النفحه باش العبد يخرج الطاقات كل فوالا باش يعني يفهموا يعطيك الصحه تكلمنا من قبل على الاصوات وقلنا لازم تكون خاصه في طبع المالوف نشوفوا يعني محمد بالليل يعني راك تلعب مثلا تبدا الرفده تبداها اوندو ولا اون ري من بعد تطلع اون فا ولا تروح المي والفا دياز تولي اون سول تطلع حتى الاون لا يعني بكل حريه بكل حريه شيء جميل بزاف شيء جميل بزاف وعلاش مثلا كما في الشعبي مثلا نصيبوا شيخ كبير الله يبارك مثل الحاج محمد العنقال هاشمي قروابي عمر الزاهي وبجمال عنقيس يعني يخدم الكليله كاع يعطيك خدمه اون ري ولا ميم اون دو ويخدم ولكن في المالوف لا عندكم واحد شيء يعني واحد الحريه في ليغام في ليغام نطلعوا في الطبقات احكي لي شويه الطبقه سياسين طبقه يعني تمد لومبيونس يعني كي تعود في فرح وتخدم محجوز ما نجمش تخدمه على المايا ولا يجي واطي بزاف سيرتو المغني اللي كان عنده صوت يعني قوي ولا حاجه يظهر شغل يظهر شغل يتعذب الور يوبليجي يطلع سير لو سول هذه ماشي غير في الافراح الحضره حتى في التسجيلات كي نشوفوا اسطوانات قديمه ولا ولا لي سي دي ولا نشوفوا خدمه تاع المالوف معروفه هكذا وسويفون الامكانيات الصوتيه تاع المغني وسي كان المغني يعني اللي عنده امكانيات لا قدرات باش قدرات يطلع كيما مبارك الله يبارك يقعد يغني ساعات على الحسين ولا على الرمله يقول كيفاه يغني هكا وكان يعني شيوخ اخرين مغنيين هذوك على ليميت تاعهم عري يحبس لتما كون يطلع يولي ديتوني ولا يطلع كل اخر واش عطاه ربي يعني يعطيك الصحه وكاين حاجه انا يعني ان بوان تكنيك في الشيء هذا نقطه تقنيه انه يعني الجوق كامل راه مرتبط بالفحالجي المخاويه يعني التقعيده تاع الفحالجي والفحالجي راه عنده دوز انستريمون عنده الفحل والغيطه ولا الجواق ولا يعني الناي نعم وعنده الزرنه ولا الغيطه الغيطه دونك المخاويه تاع الفحل مش كيما الغيطه الغيطه الي بلوز اليفي دون كانت صح يعني
خمسة طبقات خمسة نقطات كما نقولوا احنا. كي نخدموا المحجوز، المحجوز لازم له الزرنة، دونك كي يعطي لك هو بور كي سوا يعني يكون ليبر في التكسار، تجي لا نوت بين لو سول اي لو لا، دونك اوبليجي تطلع. حتى لو شونتور لازم يتبع لهذيك، تجي حاجة، تجي حاجة سخونة بالزرنة، يعطيك صح. وهذاك هو يعني النغمة هذيك هي اللي تمد لونفي للمستمع باش يشطح، تمد الحرارة، الحرارة فوالا، تمد لومبيونس، تمد. تبارك الله فيك. تكلمنا بزاف على الشياخ، تكلمنا على الحاج طاهر فرقاني وكذلك حسن العنابي، ما دامنا نتكلموا على عنابة. إذا مشاهدينا الكرام، كريمة بوعافية زميلتنا دارت لنا هذا الصفحة الخاصة للشيخ العملاق حسن العنابي. أشفق بحالتي حسن عشام، ولا لا حسن العنابي هو الاسم المعروف به فنيا. زاد في 10 نوفمبر 1925 بالقصر بولاية بجاية. هو من أعمدة المالوف، تربى وتعلم على يد شيوخ فن المالوف اللي هما مصطفى بن خمار وخوه حسن بن خمار والشيخ بن لصيف والشيخ محمد الكرد وغيرهم. حسن العنابي كان عنده صوت متميز على باقي مغنيين المالوف في القرن العشرين، خدا طريق خاص به في الغناء وكان يتقن العزف على أغلب الآلات الموسيقية التقليدية بالإضافة إلى آلة البيانو. كان بابا حسن العنابي عازف إيقاع، وهذا الشيء اللي عاونه وسهل عليه الكثير من الأشياء في عالم الفن في بداية مشواره الفني، بلا ما ننساو أستاذه الأول والمعلم ديالو الشيخ حسن بن خمار اللي أعطاه مفاتيح الأندلسي والمالوف وخصوصيات المدرسة العنابية اللي بدأت تتميز على القسنطينية، وهذا بفضل حسن العنابي لأنه كمل بناها ورجع كأحد أعلام وشيوخ المالوف في القرن العشرين. في عام 1958 سجل حسن العنابي أول أسطوانة له مع شركة بوليدور اللي كانت في زوج غنيات، هما يا فاطمة وجسمي فنا. بعدها في نفس العام سجل ثالث غنية هي من نهوى روحي وراحتي. بعدها دار جولة فنية في مدن جزائرية كثيرة، وبالجزائر العاصمة تعرف بالصادق البجاوي ومحي الدين بشطرزي، ومنها دخل مجال المسرح وشارك في زوج أعمال هما الحق والوداع الأخير، وين زاد برهن على الموهبة والقدرة ديالو في كل الفنون. بعدها شارك في حفلات وأعراس كثيرة وسجل أغاني واحدة أخرى مع شركة صاغ بعنابة، منها غدر كاسك ينديم، العاشقة، يا زينة الهلال والنسبة. وفي آخر مشواره الفني غنى غنية على مدينة عنابة اللي احتضنته وعاش فيها سنوات عمره وعرف بها نجاحه، هي غنية مدح رجال الكدية. الشيخ حسن العنابي هو زعيم مدرسة المالوف العنابي، خلى موروث موسيقي كبير للأجيال المهتمة والمتعطشة للموسيقى الجزائرية، كما خلى جيل من بعده اللي تبع الخطوات ديالو اللي رسمها له حسن العنابي. ومن بين هاد الفنانين هما
الفنان حمدي بناني والفنان مبارك دخلة وصالح بنيني شافعي سليم الأخضر راشدي وغيرهم من الفنانين اللي كانوا أوفياء ومشاو على درب أستاذ فنى عمره كله في خدمة الفن والموسيقى الجزائرية. توفى الشيخ والأستاذ حسن العنابي رحمة الله عليه في 30 سبتمبر عام 1991 بعنابة، لكن فنه العريق مازال وراح يبقى حاضر وحي في قلوب الجزائريين وخالد في ذاكرة الموسيقى الجزائرية. يوم الخميس زادت بيا أرجلي عند عود مال مصدع تجر يا ميا من السماء. كانت هذه الورقة خاصة للشيخ حسن العنابي، شكرا لكريمة بوعافية هي اللي أعدت لنا هذه الورقة الخاصة. إذن بعد هذه اللمحة من حياة الشيخ حسن العنابي نخليك تزيد لنا رفدة هكذا محمد. وي. إذن روح نتابع هذه الرفدة مع محمد بالليل مشاهدينا الأفاضل. قلبي يشقى وزاد تعانى قلبي يشقى وزاد تعانى نحان وجدت باسية عقلي من راسي تسلاب ولا عدت نثيق ناسي سبحان على العبد ماذا يقصر ويقاسي سبحان على العبد ماذا يقاسي قاسيت في الظهر قاسي نيت ولا صبت حيل الراسي الحب ما عطاني فترة يا ناس ما عطاني فترة أريح يهزني كل لمسة وصباح يزداد كل ساعة كثرة يزداد كل ساعة كثرة الصوت للضمير تخدو مركاح على المسير سارت
تعذر. على المسير صارت عذرة من كافة طحت هذا شهوة استفتاح الشاي صعيب الله يسطور الفضاح روحي تحاسبك يا عذرة روحي تحاسبك يا عذرة إن كان متمنى سمح شي إن عشت لسبود الملقى أنفتش عليك وين مشيتي نفتش عليك درب وزنقى العاشقين بك انعاشي نور النظام لأهل الرقى أو إذا يضيق قمري نمشي ونهيج من الهيب الفرقة أسباب المحاين نظرة أسباب المحاين نظرة العين تشتهي العشاق ملحامح لو من شفيت من ده العذراء لو من شفيت من ده العذراء عقلي عن شاورها طار بغاين جنامح وبقيت كي شمعة الحمراء وبقيت كي شمعة الحمراء بالنار انحترق وشمعة مصباح أتضوي على صحاب القعدة بشباح أروحي تحسبك يا عذرة أروحي تحسبك يا عذرة النار نحترق ونضوي ذاك المقام لأهل القعدة بالوحش والجفا ما تنوي والقلب سكنته رعدة جسمي على الجمار ما تكوي وتزيد شفايانة العداوة الدمع من عيوني يروي من عيني لي جنات الدمعة تسقي اليابسة والخضرة تسقي اليابسة والخضرة تسقي
تسقين يا بصاوى الخضرة وتنبت الخصاب في جرح الصماء وحياة به الأرض الحمراء وحياة به الأرض الحمراء من داخل الضمير يداوي والجرح روحي تحسبك يا عذراء روحي تحسبك يا عذراء الزينة والبهاء من بعدك لا في الملاحم تلك زينة ريش الغرام هلا شعارك زين البس وتبسيمة لو ما تخالفي في وعدك تسوى عمايلتك صمتينا حنن للقلوب علينا عرض في تخوم الصحراء عرض في تخوم الصحراء عرض في تخوم الصحراء عرض في تخوم الصحراء مسلسل قوي زينة سياح حدري من بها والضرة بها وضرة بطاد بالممايح تبغي تمراح ظهر شنايع وبنا فخرة ظهر شنايع وبنا فخرة الزينة والشرادة فيك مباح تسبي والعقل تني وانت مملاح روحي تحاسبك يا عذراء روحي تحاسبك يا عذراء الحب ما عطاني فترة حوزي معروف للشيخ بن دباح شيخ بن دباح اللي كتب الربيعية المعروفة كثير كذلك وكتب عدة قصائد يعطيك صحة على هذا الرفدة ولكن نقدروا نتكلموا شوية على هذا القصيد ولا هذا الحوزي اللي نسمعوه في الحوزي يعني في الطبعة التلمساني نسمعوه في الشعبي كذلك عند الشياخ في الطبعة العنقوي ولا كما عمر الزاهي ولا كما الحجاج ميقروبي القصيد محبوب كثير ولكن عطيت له هذيك الخصوصية تاع المالوف تاع الحوزي تاع المالوف يعني عملناه على المحير ايوا طبعا محير وبدينا في المحير ورحنا للرهاوي الرهاوي احنا نقولوا ساحلي ساحلي في العاصمه والرهاوي عندنا يعني حاجه اخرى يعني مدح مديح وحنا عندنا الساحلي حاجه اخرى ايوا من بعد نتكلموا لانه الناي راه هنا ومبارك دخل على بيت لعب مليح الناي ومع نولوا لهذا الموضوع اذا احكي لنا شويه على الحوزي هذا يعني ما درتوش كامل يعني فيها بيات لانه طويل ومليح بزاف كون خدمته يعني عندنا فيه طبوع ياسر من نديروا فيه الموال نديروا فيه سيكه نديروا فيه كل شيء يعني احنا درنا باختصار على ما من جنب الحصه وقد ما نقصروا في حاجه قد ما تكون حلوه يعني راهو حوزي احنا نقولوا له سلطان الحوازه صح يعني الكلام اللي فيه يعني الشعر اللي فيه للشيخ بن دباح يعني كلش يعني مكتوب بالقافيه تاعو ملاح يعني حتى الانسان كيركبوا على على الموسيقى يلقى روحه مسرح صح صح فيما يخص يعني عندنا احنا في قسمطينه ولا في عنابه ولا في قال ما سوق هراس جماعه كل يخدموا المالوف يرتبوه كما رتبوه احنا في الجزائر وسين انا سمعت الشيخ حسن سعيد الله يجزيه على خير شيخنا يا خوين نحييه بالمناسبه صح يعني سمعت ويخدم الله يبارك واحد الحلاوه فيه زي خلاص صح الشيخ بن دباح اللي هو اصله من تلمسان ولكن عاش في قسنطينه وكبر في الشرق الجزائري
تكلمنا على الرهاوي وتكلمنا على الساحلي مبارك دخله الناي راهو قدامك واعطينا نظره بالطريقه نتاعك. احنا نعرفوا مبارك دخله مشاهدينا الكرام نعرفوه ب آلة الكمانجا وحتى الالات وطاريه مثل العود، ولكن اليوم راح نكتشفوه في واحد الاله خاصه. هاي هاو الناي قدامك نشوفوا مالا الرهاوي ولا الساحلي ولا كيما لا نقولوا ساحلي ما دامنا احنا في العاصمه وفي الشرق وفي الغرب نهاوند نهاوند في الشرق في الغرب نهاوند وفي الشرق يستدير يعني مصر نعم في المشرق نعم في المشرق نهاوند ساحلي ورهاوي. فقط نقول باللي يعني هذه ورثتها يعني من كبار الاشياخ. ايوا يعني نعرف وانا المقتدى تاعي هو القدوه تاعي هو الشيخ حسن العنبي. دونك الشيخ حسن العنبي كان يحب الملاحه وقيل نشوف حمر وصفر وحمر لا لا ايوا لا نديروا هكا تولي حمراء يا سمع النبي يعطيك الصحه. نقولوا للرهاوي ونهاوند وساحلي ومع كل احتراماتنا الملاحة حسين داي ايوا دونك الشيخ كان يعزف بزاف على آلة الناي، كان اول انسترومون تاعو وكان لعب حتى مع الشيخ المرحوم محمد الكرد. ايوا كان النايات تاعو. نعم فوالا تفضل. وهذه ورثتها عليه يعني. الله يبارك. صحة تبارك الله وفيك مبارك يعطيك الصحة مبارك يعطيك الصحة الله يسلمك. كانت ربما الآلة الأولى اللي بديت تعزف عليها؟ لا هذه الآلة الأخيرة اللي تعلمت عليها وتعلمتها في كي كنت في الخدمة الوطنية في تندوف وان كان عندي بعض فراغ تاع الوقت وان خدمته بيدي. ايوه يعني الأولى الفحل الأول خدمته بيدي وتعلمت به يعني في المده هذيك يعني صحة. كان الوقت كافي باش اليوم اكتشفنا مبارك دخله النايتي ولا الفحالجي الفحالجي نقولوا الفحالجي الفحالجي ولا جواقي محمد. نعم قلنا بلي راك مقيم بفرنسا، كيفاش النشاط لتما النشاط الموسيقي؟ يعني النشاط في فرنسا نديروا حفلات مع دي جون كي اورغانيز نحييو الاخ شوقي ايوه من العاصمه يعني من اخينا مليح بلي سواري ويجيو جماعه يخدموا جوج جماعه تاع الشعب يديروا دي زورغ ويعني الافراح وسي افراح يعني الناس الجاليه تاعنا اللي تم اللي من العاصمه ولا من الغرب ولا من قسنطينه ولا من عنابه يعيطوا لنا يعني ونديروا الحفلات. بصح سي با الحفلات تاعنا ماشي العرس تاعنا ما كانش يعني البنا تاع البلاد وما كانش يعني مالغريك كاين كلش اللي هي ما يجوش الافراح حلوين كما في البلاد. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. على بال بلي عملت واحد الالبوم مادا بيا نوريه للجمهور الكريم. هاد الالبوم هذا عملت فيه خمسة وست أغاني. نعم. أيوا واش تقدر تقولنا عليه؟ هذا الالبوم
خدمته مع الشيخ. أيوة. مبارك. مبارك دخله. هو اللي عاوني فيه بزاف وعطاني يعني نصائح بزاف وخدم معايا الموسيقى فيه وخدم معايا دي زارونجمون بزاف وتعاوننا فيه. صافي انا كنحضر ساعة يعني بعطلة ولا نحضر بخدمة ولا حاجة كي نشوف مبارك يظهر لي نسجل يظهر لي يعطيني هذيك لا فولونتي وكلش. يعني فيه طرف يعني طرف مالوف وفيه طقطقات وسي طقطقات يعني امبروفيزي مع الشيخ مبارك ويعني سوقي يعني تاع امبيونس وتاع حاجه خفيفه. درنا فيه شويه طرف حوزي خيال موني. ايوا قاضي العشاق فيها خلاص قاضي العشاق فيها المرسو تاع رموش عيونك قتاله. رموش عيونك قتاله هذه باش يعني كل واحد يدي حقه. هذا المرسو راه كتبه شيخ كبير من عنابه تاعنا الله يبارك وهو الاخضر كسري. الاخضر كسري نحييوه. فوالا نحيوه يعطيك الصحه. نحيوه ويعني يدوفي يعني يكون معنا في الحصه هذه والوقت جانا شويه ومد له يعني صرحوا باش يسجلوا يعني باش يسجلوا الله يبارك سجلوا يعني الكلمات كتبوا الشيخ الاخضر نحيوه. الطبع بدلنا له الطبع مع مبارك عملناه على الرهاوي عملناه على سيكا وشيخ كردي بلوس اي بلوس بلوس كردي على الكردي كو سيكا. ايوا يعني نوصفوا الزين تاع البلاد تاعنا يعني على البلدان ندوروا على البلدان كل نبداو من الجزائر قسنطينه عنابه. الله يبارك يعني كما حنا نقولوا تكلم على الجزائر بصفه عامه. بصفه عامه ما تكلمناش على الولايات كل خطر وهي 48 ولايه تولي قصيده تولي قصيده فحوايج خفاف على معليش على كل حال الجمهور يفهم ان شاء الله. نعم اذا نروح نتابع ركن قصيد ومقصود. القصيد والمقصود منه دائما معنا الهادي بوكورة في هذه الليلة. على سلامتك الهادي. مساء الخير يا سين. مرحبا بك. مساء الخير ضيوفنا الكرام. مرحبا بكم. إذا القصيد اليوم وقع اختيارنا لواحد القصيد اللي خدا واحد الصبغه مغاربيه كبيره وللاسف يعني هو مجهول الشاعر مجهول ما نعرفوش مولاه. القصيد هذا هو معروف بزاف على كل حال فراق غزالي. فراق غزالي اللي تولعوا به بزاف يعني مطربين ومنشدين من صالحه الى ورده الجزائريه فضيله الجزائريه فضيله ونينيس كذلك في الحوزي وعزيز وزرايس وعمر زاهي الشعبي والقائمه طويله. يعني هذا القصيد هذا هو جاء في صنف الفرقات بحيث الشاعر هنا يرتي فراق الحبيبه ديالو. يعني كي نبداو نقراو القصيد نفهموا انه هذا الفراق اللي صرا يعني فراق ابدي يعني كانت توفات لانه في وسط القصيد يقول لك فراق الحياه مر وصعيب. هو كاين واحد الكلمتين تتعاود يعني في خلال القصيد كامل. العين تنحب. العين تنحب يعني العين تبكي ويعني جينيرالمون العين كي تبكي يعني بور دو كوز لسببين اما دموع الفرحه ولا دموع الفراق ولا الحزن والالم. هو الشاعر في بدايه القصيد يعلن الصبغه تاع القصيد من فراق غزالي. العين تنحب من فراق غزالي دمعي جاري لا لي دوا صبري لله العالي. ثم يبدا يشرع ويوصف الحاله النفسيه اللي راه فيها بحيث يعني يقول لك لا نرقد الليل محتار وهذا عليا نكيده. نكيده يعني هذاك الحزن الشديد. ايوا فيك بادي شعلت النار مثل الحريق في حصيده. ثم يزيد يتوغل في وسط القصيد حتى يقول ليام عديتهم مرض وسبب مرضي غبينا نمشي بشهام على الارض في وسط سواق المدينه خايف من كشفت العرض وشمت الناس فينا. يعني اتضح هنا الشاعر من خلال الكلمه ديالو يعني يعطينا واحد الصوره يقول لك مثل الحريق في الحصيده. نعرفوا الحصيده يعني الحشيش كيكون يابس كيفاش تلهب فيها النار يعطينا لا ميتافور يعني يعطينا واحد القوه في الصوره يعني النار كيفاش تقضي في قلب دخلاني كيفاش راهو يتقلى كما يقولوا.
وصفها للحصيد خطر الحصيد يدقيس وشويه نار يلهب اينالور. يعطيك الصحه اكيد. اذا كما قلت انه الشاعر لا سيما انه يبكي فراق هذه الحبيبه ولكن خايف من شفايه العدا. كي نزيدوا نقراو يعني القصيد يقول لك يعني هو يعاتب نوعا ما نفسه يقول لك لو كان كما يقولوا دريت الزمان عقوبه كنت من كما يقولوا ما تصريش الشيء اللي صاير بحيث يقول لك يعني يهدف على العبد ساعات بشيء الذي لا يوالم بنادم يقرا العقوبات وتهدف عليه المظالم حكرت ووزنت الاوقات وما صبت حد من حد سالم. ولكن في اخر القصيده يعني بالرغم انه يعني اكيد انه الحبيبه هذه ما راحش تولي اكيد الا انه نهايه القصيده يبعث فيها واحد الامل هكذا يقول لك بعد الغيبه ما يداوي الحبيب الا الحبيبه جرح المحبه ما فيه طبيب جرح المحبه سباني وكواني والعين تنحب. يعطيك الصحه. فوالا هذا هو قصيدة اليوم وان شاء الله نخلي شيخنا يطربنا ويمتعنا وان شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحه على التوضيحات هذه بكره. فراق غزالي قصيد جميل جدا رايحين نتابعوه مشاهدينا الكرام مع محمد بالليل. من فراق غزالي والعين تنحب من فراق غزالي والعين تنحب من فراق غزالي لا لي دواك صبرا لا العالي والعين تنحب نرقد الليل المهجر وهجت لي انكيدا لنرقد الليل المهجر وهجت لي انكيدا بادي شعلة النار مثل الحريق في حصيدة أنا على ولفيك أحلى تلندار رحلة من غير ريدة رحلوا بيها سودر ماجي دفن عينيها لو كان صابت الحكم بيديها نعطي ساعة على فرق
غزالي اه والعين تنحب فرق الحياة مروس عيب وخلف دموعي تتقاطر لا وجدت ولا شبطي طبيب يبري على الجرح خاطر فرقة بلا مرجع فرقة بلا مرجع ما تتنساش من الخواطر ما ننساها معها نزهة بحبها ورضاها كانت والفي كل يوم نرى ليام عديت مرض وسبايب مرضي غبينا غبينا نمشي جابات مع الأهالي في وسوق المدينة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي
خياف خياف خايف من كشفة العوار شف العدا فينا ونبتنا صباحنا خايف من كلام الناس لا يفضحنا بقيتها بالخير وسامحنا رحلة وخدشات لا في جوجة خلية والعين تنحب بحيت والقلب مجروح والجرح سكن في الجواجي جراني كي رقد الدوح مسكين بيتي لاجي على 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 والفيز هوت الروح قداش نعام وانا الراجي يا سما عذر زغنايا